السلام عليكم. صلاة قيام الليل، هذا الفيديو لك ولي. قيام الليل وصلاة قيام الليل كما ذكر في القرآن آية جميلة دافعة لصلاة قيام الليل، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. عندما أقرأ هذه الآية مرارا وتكرارا وأنا لا أتذكر بالضبط في أي سورة، تقريبا سورة الفرقان أو المؤمنون، وفي سورة المزمل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. عندما أقرأ هذه الآيات دوما أشعر يا للجمال يا للجمال، كم هم محظوظون هؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف الجميل، الذين رزقهم الله حظا في قيام الليل. إن قيام الليل لنعمة عظيمة. كنت أقرأ على الفيسبوك من يومين أو ثلاثة عن فتاة كانت جارية وكانت تقوم الليل دائما أبدا، وتقول لمولاها الذي هو يعني مولاها هو الشخص الذي يمتلكها إذا كنتم لا تعرفون، كانت تقول له إنها لمحظوظة وأن الله سبحانه وتعالى يحبها لأنه أيقظها هي لتصلي بينما مولاها نائم، وغيرها الكثير الكثير جدا من البشر نيام، ولكنها هي مستيقظة حيث أن الله سبحانه وتعالى تفضل عليها وأكرمها لتكون مميزة بين الخلق، هم نائمون وهي بين يدي الله سبحانه وتعالى لتصلي وتدعو وتبتهل لله وتتقرب إليه وتسجد وتركع. يا لها من محظوظة، هزتني الكلمات بصراحة. لن أكون كاذبة عليكم، منذ فترة طويلة جدا لم أصلي ولا ركعة واحدة لقيام الليل للأسف، ولكن عندما قرأت هذا المنشور على الفيسبوك، أنا أقول كلامي هذا بدون أي ترتيب، هذا كلام من القلب والله أعلم بذلك. بصراحة شعرت بأنني لست محظوظة لأنني لا أصلي قيام الليل، وشعرت بأنها إشارة أيضا من الله سبحانه وتعالى لي لأتنبه أن صلاة قيام الليل فرصة عظيمة وأنني لا أضيعها كل ليلة. ونحن في الشتاء كما نعلم، والشتاء ليله طويل، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الشتاء ربيع المؤمن، ليله طويل فهو يتيح لنا صلاة القيام، ونهاره قصير فيسهل علينا فيه الصيام، صحيح؟ فتذكرت هذا، ولكنني لن أكذب عليكم، نسيت المنشور ولم أصلي أيضا قيام الليل. واليوم استيقظت على رسالة من إحدى الصديقات على ماسنجر تقول لي، كانت هذه الرسالة أتتني حوالي الثانية صباحا في منتصف الليل، قالت لي تقول لي هل أنت مستيقظة يا آية؟ فعندما رددت عليها على ماسنجر وقلت لها خير يا صديقتي، لماذا هذه الرسالة في هذا الوقت المتأخر من الليل؟ قالت لي هذه رسالة يا آية أرسلتها إليك لأنبهك، أنبهك بأن تصلي ركعتي قيام إذا كنت مستيقظة في هذا الوقت. بصراحة لقد كنت نائمة من بعد صلاة العشاء، ولكن شعرت أنها الإشارة الثانية